مسدس؟ لازم اتصل بالشرطة. الو سيدي، سيدي لقينا مسدس هون بيت سيد أفيناش. لا 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 ما لمسته. ايه اسمع، بعت لي هذا الكيس على المخبر ليرفعوا البصمات، بدي النتيجة فورا. كيف وصل لهون هالسلاح؟ أكيد المجرم بيعرف بيتك منيح ودارس كل تحركاته قبل ما يرتكب جريمته، لهيك حط سلاح الجريمة هون. طيب هالشي ما بيأكد إنه روهان هو الجاني؟ بوجود سلاح الجريمة وبعد رفع البصمات رح نقدر نتأكد من هالحكي. صحيح. بالإذن لحظة. ألو المخفر، خدوا لي بصمات روهان على التحليل، بدي النتيجة فورا. شكرا. كنت رح دق لك، لقوا مسدس الجريمة عنا بالبيت وهلا عم يرفعوا البصمات ليعرفوا مين الجاني، والمساء رح نعرف النتيجة. موسكال أنيرود، لقوا سلاح الجريمة عنا بالبيت. دكتور، مدام دوغال رجعت لوعية. شو؟ امشوا لو سمحتوا، ممنوع حدا يدخل لعندها قبل ما الشرطة تاخد إفادتها. بس بدنا نشوفها ونتطمن عليها. لو سمحت الشرطي معه حق، خليهم بالأول ياخدوا الإفادة تبعها وبعدين بندخل. أوكي؟ خبري رئيس القسم مشان يبلشوا ياخدوا الإجراءات فورا. تفضل معي. عمتي انت منيحة، عم ندعي كل الوقت تقومي بالسلامة. وموسكان برا، وريشي كمان، وبعد شوي رح يجوا لعندك. بس هلأ الضابط لازم يحكي معي، رح يسألك كم سؤال بس عن الحادثة، فإذا قدراني تحكي شوية ريت تعطيه إفادتك على السريع، وبعدها بتشوفي موسكان وريشي وبيطمنوا عليكي. تفضل حضرة الضابط، خذ الإفادة. مدام دوغال، ما رح أسألك غير شي واحد، بتعرفي مين قوصك؟ خبرينا لكان مين بيكون. عفوا لحظة بس، فيكي تحكي؟ بس جاوبي على سؤاله. قولي الاسم بس، قولي لنا مين بيكون. في شي عم يوجعك؟ مدام لو سمحتي بس احكي لي الاسم. دكتور في شي عم بيصير. حضرة الضابط يا ريت تكمل الإفادة بعدين، واضح إنه وضعه الصحي لساته مو مستقر، بالوقت الحالي ما بدنا نجهدها بأي سؤال. دكتور؟ رجعت فاتت بغيبوبة. معقول؟ بس يا دكتور إذا رجعت فهذا مؤشر مو منيح، لأنه بتعرف. أكيد بعرف يا دكتور، بس أكتر من هيك نحن ما بيطلع بإيدنا شيء.
يا أنسة، بتراقبوا مؤشرات الحيوية وبتخبروني عنها. دكتور، شد حيلك. صار في خوف على حياتها. هذا الموضوع ما بيطمن. حضرة الضابط، تفضل. شو صار دكتور؟ أمي صارت منيحة؟ وعيت ما هيك؟ فتحت عيونها لفترة بسيطة ورجعت فاتت بغيبوبة من جديد. نحن عم نعمل كل شي بيطلع بإيدنا، فبتمنى منكم تكونوا أكثر صبورين. لو سمحتوا يا ممرضات، إذا خلصتوا شغلكم اطلعوا لبرا. من شوي كنت عند روهان. وقال لي شي ما ريحني. قال انه هو ما وقع بإرادته على ورقة الطلاق. انتي اجبرتيه على هالشي. وبدون ما يعرف. عن جد هذا اللي صار؟ إذا كان هذا الحكي صحيح، بيكون طلاق موسكان مانو حقيقي. وأنا صعب أرضى بشي ما نحي. ما برضى موز كانت تكون مرتي، لأني بكون عم أضحك على حالي وما فيني يكون مجرد بديل. بس بدي أتأكد، بدي أعرف الحقيقة وليش هيك صار. كرمال بنتك، كرمالك أنت كمان، لازم أعرف الحقيقة بالتفصيل وأفهم كل شي عم يصير كرمال مستقبلي أنا وموسكا. بترجاكي، بدي الحقيقة، احكي معي وخبريني بترجاكي. كتير منيح انه لاقوا المسدس. هالشي رح يعجل بطلعة روهان. إذا ما لاقوا بصماته على المسدس أكيد بيطلعوه من السجن. نحن متأكدين من براءته، بس كنا بحاجة دليل وحصلنا عليه. المهم المجرم الحقيقي ينعرف ويتسلم للعدالة ويطلع روهان براءة ويرجع على البيت. ومن هون للمساء لازم تكون طلعت نتيجة التحليل. أنا بصراحة كتير متفائل. أهلين أنوشكا، في شي؟ لا ما في شي، بس تذكرت كم غرض كان لازم أخذهم معي فقلت برجع بأخذهم. لا تشغلي بالك. ليك يا أنوشكا، إذا رح تتأخري دقلي تليفون دغري وأنا بيجي بوصلك، ماشي؟ طيب ماشي. إذا الشرطة لقوا بصماتي على المسدس رح يتأكدوا إنه روهان ما له علاقة بكل الحادثة. قبل
قبل ما تارا تفتح عيونها وتحكي إفادتها للشرطة ويعرفوا مين الجاني. لازم أوصل لها وخلص عليها هالمرة. يعني هي الليلة رح تكون آخر ليلة إلك يا تارا. سيد دوغال طمني عنك. يا أهلين، تفضل ارتاح. شرف. ايه طمني، شو صار معكم موضوع البصمات؟ تقرير المخبر وصل من شوي. حسب نتيجته لهالتقرير طلع معنا انه البصمات الموجودة على المسدس مو بصمات روهان ميشرا، ما لهم علاقة ببعض. يعني روهان ميشرا مو هو الجاني. روهان مو هو الجاني؟ مين الجاني لكان؟ موضوع كشف البصمات موضوع قطعي ما فيه أي التباس. لهلا المختبر ما حدد هوية الشخص الثاني. بس فيني أقول لك مبدئياً إنه شكل هالبصمات بيدل إنه حامل السلاح واللي قوص منه مرتك وحدة ست مانو رجال. يعني منفهم من هالحكي إنه روهان عنده شريكة بالجريمة؟ وكلفها بعملية القتل، لأنه ما بظن في حدا تاني له مصلحة بقتله. هالإنسان ممكن يعمل أي شيء، كل همه أصلاً يدمر حياتي. كل المواقف اللي سواها بتثبت هالشي، خاصة شغلة الصور المزورة. مستحيل يكون حدا تاني. لحظة موسكان حبيبتي، لو سمحتي ما بقى فينا نتهم حدا. اهدي هلأ. لا فينا، لأنه هذا الإنسان هو عدونا الوحيد. وبصراحة أنا رحت لحتى أشوفه بالسجن لأعرف الحقيقة. أنا بدي أفهم ليش هيك ساوى. أنت شو عم تحكي؟ رحتي تزوريه بالسجن؟ كيف بتعملي هيك يا موسكان؟ أني رود؟ شو؟ شرح له لموسكان. موسكان رحت القانونية اللي عنده، ممكن تأثر على القضية. لا تقلقوا، بعد شوي بتجي النتيجة، وقتها رح نعرف مين هو الجاني الحقيقي. سيد دوغال، أشرطة المراقبة جاهزة؟ ايه، صاروا جاهزين. كل المطلوب منكم هلأ انكم تحضروا التسجيل وتشوفوا الوجوه منيح، وانتم بتعرفوا ضيوفكم من الناس الغريبة الموجودة، ونحن الباقي علينا. تفضل. مين حضرتك؟ أنا. شو عم تساوي؟ بعتك الدكتور سوزا؟ لأني خبرت الدكتور من شوي إنه ناقصنا بهذا الاسم ممرضتين أو ثلاثة. في نقص بالممرضات المناوبين. خليكي معي اليوم ومنتقاسم الشغل مع بعض. ما قلتي لي شو اسمك؟ شو قصتك ما عم يطلع لك صوت؟ عطيني بطاقتك لشوفها. رشمي بنديل. أنا جديدة هون وبصراحة متوترة شوي. أها،
بسيطة. الممرضة اللي بتتوتر بتكون حريصة على مهنتها. أنا المسؤولة عن غرفة مدام تارا، وأنتي خدي 509، فيها مريضة واحدة. أوكي. لحظة على مهلك. أنا وين شايفتك يا ترى؟ أكيد هون، يعني وين بدك تشوفيني غير هون بالمشفى؟ بس أنا بالليل كل مناوباتي، وأول مرة بشوفك. حاسة إنه وشك مألوف. مو مشكلة، بسيطة، فيك تروحي، بشوفك بعدين ومنكمل الحكي. هاي جديدة؟ ايش جديدة؟ الدكتور سوزا بعتها. كأني بعرفها وشايفتها من قبل، بس مو متذكرة وين. أخيرا يا روحان، قعدتك هون مو مطولة. الموضوع انتهى، نتائج المختبر قالت إنه البصمات على المسدس مو بصماتك، وأنت بريء من هالتهمة. بجوز بكرة تطلع ونخلص من هالموضوع. لا أختي، حاسس إني مشوش وضايع، مالي قدران أفهم. مين بس اللي عمل هيك؟ وشو مصلحته بهالشي؟ معقول يكون هدفه يفرقني عن موسكان؟ ما عم قادر ركز. هيك رأيك؟ مين بتتوقع ممكن يقتل كرمال هالشي؟ أنيرود؟ لا، هو مو سيء لهالدرجة، ليش لا يعملها إذا اللي بده إياه صار؟ معقول أنيرود يفكر بهالطريقة؟ وليش لا؟ بعد اللي صار صعب نوثق بحدا مثله، وأكيد له مصلحة. أنيرود بيحب موسكان وبيهمه يحافظ عليها، وممكن حس إنه بعدين رح يخسر هالحب، فعمل هالشي بس لحتى يخليك بالسجن، وهيك هو ببعدك عن طريقه، فمو مستبعد يكون هو قتله. ما بتوقع، ما بعرف ليش. بس قلبي عم يقول لي إنه اللي عمل هاي العملة حدا قريب مني كتير. سيد وقال، للأسف ما لقينا شيء. سانديب، رجع شغله مرة تانية. حاضر سيد. كمل. كمل كمان. سرعوا. وقف سانديب، وقف، عد لي هاللقطة مرة تانية بسرعة، عيدها. حاضر. ايه وقف، وقف هون. سيد دوغال، حضرتك بتعرف مين هي اللي لابسة شال أصفر؟ مين بتكون؟ صراحة ما بعرف،
دكتور أنيرود، إذا بتريد تطلع عليها يمكن تكون بتعرفها. مين هاي؟ يعني بصراحة أنا ما عرفت مين بتكون. طيب تانديب؟ نعم سيدي. انساخ لشيته ووزعه على كل الأقسام، وجيب لي من السيد أنيرود كل الأسماء اللي كانت مدعوة على الحفلة. أنا بدي أعرف إذا حدا بيعرف لهي البنت اللي لابسة أصفر، أو إذا في حدا حكى معها بهداك اليوم. ماشي؟ حاضر سيدي. ابني هالفترة مانك عم تركز، ليش علاماتك هيك طالعة عليه؟ ها؟ بابا؟ وين ماما؟ أنا عن جد جوعان كتير. أمك راحت مشان تشوف عمك. يعني بابا؟ عمي وينه؟ قلي ليه ما عم يجي لعنا؟ يا ابني شوف، مشان الامتحان، وبكرة لما بتخلص هو بيرجع. بس بابا انت ما بتعرف انه امتحاني بيخلص بعد بكرة؟ ابني امتحانات عمك بتطول لانه هو اكبر منك، بكرة لما يخلص رح تشوفه. بس المهم ابني لازم تورجيه انك شاطر كتير. بابا بكرة بتشوف، انا رح اطلع الاول بالمدرسة. برافو يا ابني، بعرفك شطور. بابا انا رح افتح. طيب روح. ماما شو وين كنتي؟ طولت كتير وأنا كنت ناطرك لتجي. كنت مشغولة شوي حبيبي. بريتي كيف روهان؟ روهان كتير منيح بابا. شو وصل تحليل البصمات؟ ايه وصلت كل التقارير، بس ما رح يطالعوه قبل يوم التنين. القدير يوفقه ويكون معه. بتمنى كل الأمور تمشي على خير ويخلص. ادعو تمرق هالقصة على خير. تشينتو خلصت وظايفك؟ اي ماما انا خلصتهم كلياتهم. بس ماما انا عن جد جوعان كتير، يا ريت تعملي لنا اكل. تكرم عيونك، هلأ بعمل لك. وصل الغسيل، ما عم لحق اعمل شي. غسلت ايدي. ابني لبين ما حطيت لك الاكل ساعدني وخد تيابا لانوشكا على غرفتها. بريتي وين انوشكا؟ ليش ما اجت على البيت لهلا؟ قالت لي انه عندها بروفات للعرض الجديد، وهي رح تكون مشغوله كتير لانه في حدا انسحب من العرض تبعها، لهيك ما رح تكون فاضيه هلا. ايه وصورها معبيه الجرايد، شوفوا. يا ممرضة ايه دكتور شو عم تعملي؟ يا دكتور كنت رايحة أعطي إبرة للمريضة. ما في حدا هون بيشتغل بدون علمي، وأنا ما قلت لأي حدا إنه يعطيها إبرة لهي المريضة. مين يلي قال لك؟ يعني دكتور بصراحة رئيس التمريض هو اللي قال لي. شو هالحكي الفاضي هاد؟ كله بهالمشفى عامل لي حاله دكتور. اسمعيني، ما في داعي انه تعطيها إبرة، هي آخر جولة لإلي اليوم هون، ولهيك عملي يلي عم قلك ياه. ماشي؟
أنا لازم أعرف مين هي البنت، لازم أتذكر وين شايفتها. يعني أنا حاسة حالي إني شايفتها أكتر من مرة من قبل، ومتأكدة إنه هي مألوفة لإلي كتير. مين يا ترى؟ يا قدير دخيلك، مين ممكن تكون؟ فستان أصفر؟ معقول؟ المطعم تبعي. سانجانا، وين السكين؟ موسكان، رؤي، أنا بجيب لك سكين. ماشي. معقول؟ أنا كتير آسفة أنوشكا، بس بوعدك إني جيب لك غير هالفستان، اتفقنا؟ بسيطة موسكان، مو بينا. ريشي وينك؟ سبقني، أنا رايحة على المغفر، مو وقت هالحكي هلأ، بس شوفك بشرح لك كل شي. ماشي؟ فينا نعجل شوي؟ شوفي أنسة دوغا، ليش طلبتيني بهي السرعة؟ تفضل، نفس الفستان. ايه نفسه. مين بتكون هي الصبية، بتعرفيها؟ هي أنوشكا، رفيقة روهان، وساكنة ببيته. هي كانت بافتتاح المطعم تبعي ولابسة هذا الفستان. معناتها هي اللي قوصت. بظن الجواب عند روهان. تفضلوا معي. يلا. وليش لتقوس؟ لأنك طلبت منها هذا الشيء. أنت ممثل موهوب، خليت أنوشكا تقتل أمي، أنت كنت عم تخطط معها، ما هيك؟ عم تغشم حالك على أساس أنك ما بتعرف شيء؟ وعلى فكرة كل شيء موثق بالفيديو، وطالعة أنوشكا وهي حاملة مسدس. لا مستحيل، هي ما بتعمل هيك موسكان. شو هدفها؟ يعني صح هي اجت معي، بس هي ضلت ناطرتني برا يا موسكان وما فاتت لجوا. بظن في سوء فهم، لأنه هي شو مصلحتها؟ لا موسكان، بعدين هي ليش لحتى تقتل أمك؟ أنا اجيت لعندكم بس مشان وقف العرس وخليكي ترجعي لي إلي. صدقي هذا كان هدفي الوحيد يا موسكان. يعني لشو؟ ليش لحتى نخطط نقتل أمي؟ شو أعمل لتصدقيني إنك مرتي يا موسكان؟ يلا ريشي. موسكان، بترجاكي إنك تسمعيني شو بدي إليك. موسكان، مشان القدير تحاولي تتذكري إنه أنا بكون جوزك وما عم كذب عليك بشي. موسكان، رجعي وخلينا نحكي. موسكان.
راجيف عم يدق الباب. مين بده يكون بهذا الوقت؟ لقوم شوف. خير، شو صاير يا بنتي؟ وين أنوشكا؟ أنوشكا؟ شو بدك فيها يا بنتي؟ شوفي، بدنا نحكي مع أنوشكا. بس أنوشكا معنا بالبيت عندها بروفا. ممكن تفهمونا شو صاير؟ معنا إذن رسمي لتفتيش البيت. تفتيش؟ ليش أنوشكا شو عاملة؟ أنوشكا هي اللي قوست أمي. أنوشكا؟ بس صدقونا أنه أنوشكا معنا بالبيت هلأ. إذا بتريدي أنت وياه بلشوا تفتيش، وأنت طلع على غرفة أنوشكا يلا بسرعة. بس لو سمحت صدقني أنوشكا مانا هون. لو سمحت هذا الفستان، هذا اللي كانت لابسته أنوشكا. سيدي فتشنا كل البيت ما في أثر لإلها. أنا قلت لكم أنوشكا معنا بالبيت. معنا هتصل فيها وخليها تيجي على البيت فوراً. يلا يلا فوراً. سجلي عندك ضغطه 13 على 9 وسجلي دقات قلبه. مو مشكلة. بريتي ليش عم تتصل فيني؟ الحقيقة ما عم بترد على التليفون. أعطيني رقمها. قولي 902-672-912. ابني خد الرقم وسجل الموقع. حاضر سيدي. قلتي لي وين هلا؟ بصراحة أنا بعرف إنه هي بالمسرح عندها بروفات، يعني وإذا بدك بعطيك رقم المخرج تتأكد. لا ما في داعي أبدا لكل هالبلبلة، بس إذا ممكن يا مدام إنه تعطيني أي شيء يكون فيه عليه بصماتها لأنوشكا. وهي لقينا مدام، انتو روحوا على المغفر ونحن رح نلحقكم. جيب التياب. يلا امشي. موسكان بنتي، هاي الشغلة مستحيلة لأنه أنوشكا إلى فترة ساكنة معنا بهالبيت، وأنا متأكد إنه في سوء تفاهم بهالقصة كلها. لا ما في سوء تفاهم، أنا معي كل الأدلة على هاد الشيء. حاولت تقتل أمي وكل هالشي صار بالتخطيط مع رفيقة، أكيد كانوا متفقين. والحق على روهان، هو أكتر حدا مذنب بهالقصة. وروهان ليش لا يعمل هيك؟ هاد اللي حابة أعرفه.
وشو مصلحته من هاد الشي؟ مو عرفانة شو بيستفيد إذا ماتت أمي. يلا ريشي، ما في إلنا مكان هون. يعني علقت حالي مع هالدكتور هلأ؟ وين الممرضة؟ كيف بدي أفركها من هون هلأ؟ يا دكتور شوف، أنا عن جد أسفة، ما عرفت إنك هون. مو مشكلة، الممرضة كانت معي، بس هلأ فيك تقيسي له ضغطه وتشوفي الحرارة، وسجلوا كل شيء واجمعوا كل التقارير، وبس تخلصي خديهم للدكتور على الطابق السابع، ماشي؟ بس لحظة، يعني أنا لازم روح هلأ لأنه القسم طلب مني دخل مريضين، ولهيك أنا لازم أنه روح لهنيك بسرعة ودخلهم، وإذا ممكن حدا غيري يسجل. طيب ماشي، شكرا. حاسس بشي؟ في أي وجع؟ وأخيراً خلصت من العلقة مع هالدكتور هاد، صرعني بمحاضراته عن الطب والأدوية. شو غبي؟ وهلأ يا مدام تارا، جهزي لحالك لحتى تودعي هاي الحياة. صدقني صدقني سيدي، أنا ما بعرف وين أنوشكا. قول، مو عساس عندكم بروفا سوا؟ إيه عنا بروفات، بس هي من يومين ما عم تجي لهون أبداً، وهي قالت لي إنه عمتها هلأ بالمشفى وعندها عملية. وحدة كذابة، هي ما عندها عمي هون. صدقوني أنا ما عم كذب، هي هيك قالت لي. سيدي نحن جبنا موقع هاتف أنوشكا، هي هلأ بمشفى المدينة. بمشفى المدينة؟ يعني عند أمي؟ معناها حياة أمي بخطر. يلا ريشي يا محقق، إحنا لازم نلحقها. يلا جهزوا حالكم. ريشي إذا فيك أسرع شوي. لا تاكلي هم، أنيروت خبر كل المشفى لينتبهوا، أكيد رح يحطوا حراسة على غرفة أمي. أنوشكا ما رح تعمل شي، لا تقلقي، اهدي شوي. دكتور أنيرود اتصل من المغفر، خبرني إنه في عنا مريض هون عليه خطر كتير هلأ، لهيك نحنا لازم نراقب كل الوضع منيح. ركزوا معي هلأ، بتروحوا على غرفة المدام دوغال وتتأكدوا إنه ما في عليها خطر. وانتي ليش هون؟ روحي اتأكدي إذا غرفة المدام دوغال فيها حدا أو لا. انتبهوا، ما بدي يكون في أي زوار بكل القسم، مفهوم؟ سرعة. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.